الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بين. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما أجمل الذكر عندما يكون في هذه الأوقات، في رحاب ليالي شهر رمضان، في رحاب ليالي السحر، بالتحديد وقت السحر المبارك، وما أجمله إذا كان بجوار أهل البيت عليهم السلام، ما أجمله إذا كان من جنة الله في أرضه، ما أجمله إذا كان في رحاب سيد الشهداء الحسين الذي العالم بأسره أنظاره إليه تشتاق إليه، تشتاق إلى زيارته، تشتاق إلى أن تقف تحت قبته المباركة لتدعو وتسبح وتهلل وتصلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نقف في هذه اللحظات ونسير معا مع زوار قمر العشيرة، مع زوار أبي عبد الله الحسين، مع كل الزوار لكل المراقد المقدسة في رحاب أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين. جميل جدا أن يكون في وقت السحر وقت لتسبيح الله تبارك وتعالى. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان الله باري النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور. رب العزة تبارك وتعالى أنعم علينا نعما كثيرة 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 لا تحصى، قد لا تدركها العقول هذه النعم الكثيرة، وقد نقصر كثيرا مع رب العزة، وبعضنا يقول ليس لي شيء قد تحصلت عليه. هذا حالة غير صحيحة، وبالتالي جهل منا في رحاب المصور، في رحاب العظيم، في رحاب الحبيب، في رحاب من أنعم علينا كثيرا نعم كثيرة. اليوم عندما أسير وأنا بصحة وعافية، هذه من أجمل النعم،
عندما أنظر بعيني هذه من أجمل النعم، عندما أسمع، عندما أتكلم، عندما أفاض علي بعلم من العلوم، عندما عندما عندما. إذا ما أردنا أن نقف عند حالة واحدة نقول شكرا لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة ولاية محمد وآل محمد. هذه من أرقى وأجمل النعم إخواني أعزائي. سبحان الله فارق الحب والنوى، سبحان الله خالق كل شيء، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان الله مداد كلماته. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما أن تأتي هذه الصورة لكل إنسان ينظر إليها مباشرة يشعر بالإطمئنان، يشعر بالإيجابية، يشعر بالتفاؤل، يشعر بالخير الكثير. ادخلوها بسلام آمنين. أي والله، الروح عندما تكون موجودة في كربلاء، الروح والجسد وكل شيء للإنسان كيانة، هناك فرد جمال خاص يجذبه إلى هذا المكان. جميل جدا لو كنا جالسين الآن أنا وأنت أيها المؤمن، أيها المشاهد بشكل عام، بين الحرمين الشريفين، انظروا يمينا، انظروا إلى قبة الحسين، انظروا شمالا إلى حبيبي أبي الفضل. الله، هذه نعمة من النعم التي أنعم الله علينا بأن نكون في هذا التوقيت وفي كربلاء وننظر إلى هذه المشاهد المقدسة ونناجي الله سوية. أيها الكرام، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله السميع الذي ليس شيء أسمع منه، يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع أراضين. رب العزة في أي مكان أنت معه يسمعك، على يقين تام بأن رب العزة هذه المناجات وهذه التسبيحات يسمعها منا، تسجل لنا أجر وثواب لنا ولك أيها السامع، أيها المشاهد، أيها الداخل إلى دائرة الطاعة، وإن شاء الله إلى دائرة الرضوان لرب العزة تبارك وتعالى. سبحان الله السميع الذي ليس شيء أسمع منه، يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع أراضين، ويسمع ما في ظلمات البر والبحر، ويسمع الأنين والشكوى. ربي ربي، اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بفرج مولانا صاحب العصر والزمان. أرجوك يا رب حق قمر العشيرة، أرجوك يا رب حق سيد الشهداء الحسين، أرجوك يا رب حق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أرجوك اكشف هم وغم إمام زماننا، من عليه بالعافية، وتقصيرنا معاه يتحول إلى وصال بيننا وبينه. سيدي في كل وقت وحين قلوبنا تشتاق إليك وإلى ذكرك سيدي. إذا كانت أول دعوة من دعواتنا عند الإفطار، ندعو لك سيدي بالفرج، ندعو لك بالعافية، باللطف، بالعناية، بالسلامة، كشف همك وغمك وقضى حوائجك. تسمعنا سيدي، تسمعنا إذا ما دعونا إليك عند الإفطار، تسمعنا إذا ما صلينا صلاة في جوف الليل، إذا ما دعونا بدعاء
في وقت السحر إذا 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 إلى حين وقت السحر نتسحر، نذكرك أيضا ونصلي صلاة الصبح ونسلم عليك سيدي. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك، يسر الله تعالى مخرجك، جعلنا وكل الموالين من أنصارك، خدامك، شيعتك، محبيك، مواليك، من المنظورين عندك ومن المستشهدين بين يديك. يا رب تسمعنا وتسمع مناجاتنا وتسمع دعوات المؤمنين والمؤمنات لصاحب الأمر، عجل الله تعالى فرجه، ويسمع ما في ظلمات البر والبحر، ويسمع الأنين والشكوى، ويسمع السر وأخفى، ويسمع وساوس الصدور، ولا يصم سمعه صوت. سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى. الله أكبر. سبحان الله البصير الذي ليس شيء أبصر منه، يبصر من فوق عرشه ما تحت سبع أراضين، ويبصر ما في ظلمات البر والبحر، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. نظرتك تفرح قلوبنا يا رب، نظرة الرضا منك ربي تفرح القلب يا ربي، نظرة الرأفة منك يا ربي القلب يطمئن أكثر وأكثر. وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تغشي بصره الظلمة ولا يستتر منه بستر، ولا يواري منه جدار، ولا يغيب عنه بر ولا بحر، ولم يكن منه جبل في الله 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 منه جبل ما في أصله، ولا قلب ما فيه، ولا جنب ما في قلبه، ولا يستتر منه صغير ولا كبير، ولا يستخفي منه صغير لصغره، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا الله العزيز الغفور. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأطياب الأطهار الميامين. باسمي وباسمكم جميعا نعنطر الأفواه والأسماع والأجواء في بداية حلقتنا بالصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. ألف تحية،
ألف سلام لكل أحبتنا في كل مكان مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية. تحية وسلام إلى كل المتابعين المشاهدين الكرام الأعزاء الذين هم بكرامهم يتابعون يشاهدون هذه الحلقات من أول ليلة من ليالي شهر رمضان، ونحن في ليلة 13 منه، بجوار أيام سعيدة، بجوار ذكرى ولادة كريم أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام، إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام، من يعني نجعل هناك مقدمة في أيامنا ونقدم التهاني والتبريكات لأهل البيت عليهم السلام، لأمه الزهراء، لأبيه أمير المؤمنين، لجده رسول الله صلى الله عليه وآله، لجدته خديجة، لأخيه الحسين، لأخته زينب، لأخيه أبي الفضل، لأمه أم البنين، ولكل الأمة لا سيما صاحب الزمان. وسيكون في ليلة الولادة ذكر خاص، في يوم الولادة ذكر خاص، نكون مع إمام الزمان فيه بفرحة وبذكر مبارك لعمه الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نقول اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، ثبتنا الله وإياكم على الدين وعلى ولاية أمير المؤمنين، زاد الله في توفيقات الجميع، رزقنا جميعا الطاعة في شهر الطاعة، في شهر الضيافة، في شهر رمضان المبارك. أقول للجميع من قلب محب داعيا لكم بالخير الكثير الجزيل، تقبل الله صيامكم، تقبل الله طاعتكم، تقبل الله أعمالكم، تقبل الله منكم صالح الأعمال، وبالتالي رصيدكم في شهر رمضان يكون في أعلى الدرجات، ومن تحصل على أعلى الدرجات تحصل على العتق من النار بإذنه تبارك وتعالى. ومن كان قد تحصل على العتق من النار يعني الجنة، وإذا كانت الجنة يعني جوار إن شاء الله. نطلب من رب العزة أن نكون نرزق الجنة ونرزق جوار محمد وآل محمد في الجنة، وهاي عيوننا نقرها، تقر أعيننا بالنظر إلى وجوه أهل البيت عليهم السلام، مجالستهم إلى 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 إلى. لكن هذا الأمر كله يحتاج إلى أن الإنسان في هذه الدنيا يكون محبا ويكون متبعا حقيقيا لما يقولوه، لأن كلامهم موعظتهم توصل إلى رضا الله تبارك وتعالى، وهذا ما نطمح إليه. هل هذه مثالية من عندنا؟ نطمح أن نكون بهذه المثالية. إذا كانت هذه مثالية لابد أن نتبع، نريد أن نتحصل على درجة عالية. اليوم امتحان وداخلين إلى امتحان، وهذا الامتحان على نطاق تحصل درجة، وهذه الدرجة إخواني أعزائي على نطاق تحصل درجات. الجنة درجات، أليس كذلك إخواني؟ نسأل الله أن نكون بلطفه وعنايته ورأفته من أهل الجنة بغفران ذنوبنا منه تبارك وتعالى. كل من يحب أن يشارك معنا فمرحبا به، للمشاركة معنا رقم المشاركة أسفل الشاشة، رقم الواتساب أيضا أسفل الشاشة. إخواني كل منا لديه حتما أكفد روحانية في قلبه. أنا أسعد كثيرا إذا ما استمعت إلى دعوات مشاهدين الكرام، يبدأ يا الله وعند حاجة ويسولف ويا سيد الشهداء، كلها منهجات في منهجات. جميل جدا أن أخذ يعني رسائلكم عبر الواتساب، وهناك مشاركات جميلة وكثير. أخذ لي مقطوعة تحب تقرأها دائما في مناجاتك، هسه في قنوت صلواتك، ما بعد الصلوات، أي وقت من أوقات حياتك، فالذكر خاص اكتبه وقول أنا متعود أن أذكر هذا الذكر في أوقات شهر رمضان أو غير شهر رمضان. أطلب حوائجك من الله ببركة ذكر محمد وآله الطاهرين. كن معنا مشاركا حتى تدخل هذه الدائرة إذا شاء الله. أنا لا أقول شيء، أقول إن شاء الله ندخل في دائرة الرضا من رب العزة، في دائرة الطاعة إن شاء الله، لأن وقتنا اللي نعيشه بذكر محمد، بذكر الله وذكر محمد وآل محمد، اللي رب العزة ما خلق هذا الكون إلا لأجلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ندخل كلنا إلى هذه الدائرة ونأخذ بكلام رسول الله وأهل بيته الكرام. من ضمن تلك الكلمات الجميلة من قبل حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري، ماذا قال يوم أمس ذكرناها؟ يا أبا ذر، عندما وصاه بذكر الله بالتوحيد ثم النبوة ثم أوصاه بأهل بيته، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أليس كذلك؟ قال روحي له الفداء، ثم أحب أهل بيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم قال أركب في سفينتهم، كن متبعا حقيقيا لهم راكبا في سفينتهم، لأن الراكب في سفينة أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام هو ناج والمتخلف عنه يهلك إخواني، ونستجير بالله من الهلكة. وبالتالي قال لأبي ذر احفظ ما أوصيك اللي أسولفه وياك حفظه، وهو كان حافظا للوصية مولانا أبا ذر الغفاري، ووصل لنا هذه الوصية من قبل النبي، ونحن نتكلم بها الآن نتذاكر فيما بيننا وبينكم إخواني وأعزائي، إلى أن قال احفظ ما أوصيك به تكون سعيدا في الدنيا والآخرة. ويوم أمس ذكرنا موضوع جدا مهم، السعيد يا أمير المؤمنين من أحبك وأطاعك، ختامها مسك في هذا الكلام الجميل من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين السعيد، وكلنا نتمنى أن نكتب في السعداء في هذه الليالي المباركات، السعيد في مضمون كلام رسول الله لمن أطاعك واتبعك يا أمير المؤمنين. إن شاء الله نكون مرضيين عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. خلينا نأخذ اتصالاتكم ونكون بخدمتكم. حيا الله كل مشاهدينا ومتابعينا، وحيا الله كل مشاركاتكم، وأول مشاركة من فؤاد، حياك الله يا فؤاد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، مرحبا بك يا فؤاد. مرحبتين بك، مرحبا أول. اللهم رب كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وآله أعظم في هذه الساعة، في كل ساعة وليا ومحافظة قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضك فأصنع فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله. السلام العظيم فاطمة الزهراء أبوها بعدها وابنها السر المستودع بعدد محاربه علمك ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، وضع السالم وحمد الإيمان. السلام عليكم يا آل ياسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. نعم. زهراء أبوها وضعها ابنها سر المستودع بها عدد محرب علمه ورحمة الله وبركاته. حامل اللواء وكفي الحورة وسر عطاسة كربلاء ورحمة الله وسر عباس ورحمة الله وبركاته. حبيب الكبرى وآمنة بنت وهب أم البنين حميد المصطفى ونرد سلام العرش النري وسلام على جميع أهل البيت جميعا. أزور سيدي وملاي محتمدي ورجائي بخير وخير تخلص بني أبو عبد الله حسن زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد بني أحباء أقرباء الجيران الصائر وأعزائي وجميع المؤمنين والمؤمنات قربة الله تعالى، ونيابة عنك يا سيد علاء، ونيابة عن جميع الطلبة الابتدائية المتوسطة، تسجل الطلبة بدون ذكر اسم الإعدادية والكلية والجامعة والمتوسطة والابتدائية بالنجاح وشفاء المرضى. آمين. وسلم لي على الكادر، وسلم لي على جميع كادر الحسين. هنيئا لك هذا التواصل مع حبيبك الحسين في كل ليلة من ليالي شهر رمضان بهذا الذكر، بهذه الدعوات الجميلة، وبالتالي ذكرك للكادر خدام الإمام الحسين، وأنت أيضا مسجل من خدام سيد الشهداء الحسين بإذنه تبارك وتعالى. شكرا عزيزنا فؤاد لمشاركتك الطيبة معنا، ونتواصل بمشاركة أخرى إن شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا خلينا اسمح لنا ناخذ أيضا في حديثنا نكمل، وإن شاء الله نسعد بكل المشاركات التي تأتي تباعا بإذنه تعالى. يا أبا ذر احفظ ما أوصيك به تكن سعيدا في الدنيا والآخرة. يا أبا ذر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفاء
الفراق. كثير منا لا يعلم أو لا يتحسس أو لا يقدر نعمة الصحة. يوم أنا قاعد ودا أسولف والحمد لله رب العالمين. هذه نعمة مغبونة. هل أنا أقول بيني وبين نفسي اللهم لك الحمد إنه أنا الحمد لله قاعد وأسولف وعلى أفضل ما يكون؟ كثير من المؤمنين خطية بينهم بين نفسهم، أنا عندي مريض أو أنا مريض. هاي الصحة ترى نعمة عظيمة يحتاج الإنسان إلى أن ماذا؟ إلى أن يشكر الله عليها. إخواني، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة. كثير منهم يأتي إلى هذه الدنيا وهو عليل للأسف. الحمد لله على كل حال وفي كل حال. المرض ما هو إلا نعمة من نعم الله. هنيئا لمن يصبر فيها غفران ذنوب، على قول أهل البيت عليهم السلام. أيضا موضوعة الفراغ إخواني، مرة الإنسان الفراغ يستغله في ذكر الله تبارك وتعالى، طاعة الله تبارك وتعالى، ومرة الإنسان للأسف يستغلها في أمور أخرى. جميل جدا اليوم أنا أتابع تلفزيون، مو لكن وين تكون متابعتي بالتلفزيون؟ وين تكون متابعتي بالموبايل؟ وين تكون متابعتي بمواقع التواصل الاجتماعي؟ وين 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 وين؟ إذا ما كانت الأوقات التي أعيشها في فائدة أطلب بها علم، أطلب أستزيد من عندها، قلنا علم، أستزيد من عندها في الطاقة إيجابية روحية في رحاب أهل البيت، أتابع ختمة قرآنية، أتابع دعاء، أتابع مناجات. يا سيقول لي سيد علاء، إحنا كل حياتنا نضل هيك، إحنا نريد نأخذ جو ونأخذ شوي نستريح. لك ما تريد إخواني، لكن استغل موضوعة الفراغ، لا يكون وقتك فراغ مهدور. الوقت مهدور يكون عندك حريمات. استغل قدر الإمكان بينك وبين نفسك، ارفع ايدك مثل ما رافع ايدها الزائر الطيب. فقط أنا من يكون عندي فرد حاجة ملحة أو حاجة متعسرة أدعو الله، فقط من أكون مريض أدعو الله، فقط من أكو فرد هم على قلبي أدعو الله. خل أستفيد من الفراغ اللي أعيشه وأكون مع ربي في السراء والضراء. أنا أموري طيبة، أنا بصحة وعافية، أنا بجو غير جو روحان، أقول شكرا لله. هذا يدخل في نطاق يعني استغلال الوقت، استثمار الفراغ. أنا أذكر الله وأشكره. الملك الذي على اليمين قال فلان أو فلانة قال شكرا لله، واحنا هاي كلمة كلمتين مو الشكر لله نقولها، لكن ثوابها فقط الله يعلمه. اقرأ قرآن آية واحدة فراغ، لطالما تعودنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، مباشرة طاء سين ميم. تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. صدق الله العلي العظيم. تلاوة لآيات مباركات من سورة الشعراء. هذا الفراغ استغليناه، هذا الوقت اللي نعيشه في رحاب برنامج والمستغفرين بالأسحار، ذكر الله وذكر محمد وآل محمد، مستغلين قدر الإمكان هذا الفراغ بطاعة الله سبحانه وتعالى. أنت أيها المؤمن، أنت أيتها المؤمنة من جالسين تتابعون البرنامج، أنتم مستغلين الفراغ، مو هذا البرنامج، استغلوا في مكان آخر إن أحببتم.
لكن استغل الفراغ فيما يرضي رب العزة. هذا الكلام لي أولا ثم من قلبي إلى قلوبكم. قدر الإمكان، قلت القليل خير من الحرمان، أليس كذلك؟ بيني وبين نفسي أنا قاعد جالس ومشغول بشيء من أشغال، خلي أترك كل شيء، موبايل قد أظل أتابع بي. خلي الموبايل. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. استغليت فراغي، بيني وبين نفسي يا رب اجعلني بارا بوالدي، يا رب اجعلني مطيعا لك. شوف هذا حالة القرب بينك وبين الله، خليك دائما ذكر نفسك، اخذ فترة فاصل، شلون نقول احنا اخذ فاصل، شوف هذا الفاصل راح يعطيك في الطاقة ايجابية، قد تنسى موبايل، قد تنسى اي شيء ثاني، تتجه اتجاه حقيقي. واذا ما توجهت وكان لديك خشوع اطلب حاجتك في هذا المكان. تستطيع ان تكون في مكان تسجد الى الله تبارك وتعالى، اسجد. فراغ، وقت الفراغ استغله، سجود افضل الاوقات الانسان يكون قريب بها الى الله سبحانه وتعالى، وهو ساجد باك. تسجد الى الله تبارك وتعالى وياتي الانسان يعني يسولف ويا حبيبه يبكي. هذا من أجمل الأوقات أستغل فيها وقت الفراغ اللي عندي. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة، وللأسف البعض يقول رب إيش منطيني حدات هي الصحة، نعمة من نعم الله. خلي الإنسان يسخن شوية، ترتفع حرارته، وضع يختلف تماما. خلي يصير عنده ألم شوية براسه، وضع يختلف، ألم سن يختلف، ألم في أي مكان من جسمه يبقى يقول آه ثم آه ثم آه. وأن يكون في صحة وعافية، شلونك اليوم؟ أنا بخير، أنا بصحة وعافية وشكرا لله. إذن لابد أن نشكر الله على ما نحن عليه إخواني، ونسأل منه تبارك وتعالى إلى آخر لحظة من لحظاتنا نقول يا ربي إلى رحمتك نفذ إن شاء الله ونحن بصحة وعافية. عندما يكون إنسان عليل 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 هو مأجور عليه، لكن الألم مو كل واحد يتحمله. والفراغ قدر الإمكان. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يوصي أبا ذر ويوصينا جميعا، نحن أمة النبي صلى الله عليه وآله، يوصينا أن نستثمر أوقات الصحة وأوقات الفراغ. كأني فرد يوم من الأيام فرد رجل كبير جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، يا رسول الله أنا كنت مقصر في أيام شبابي، هل لي من توبة؟ قال نعم، من تاب تاب الله عليه. أنت جاي إلى رب العزة، ربك يحب عباده ويقول مرحبا بكل عباد التائبين، لكن تدري رب العزة يحب منك وأنت في عمر صغير تكون حياتك بدأتها بطاعته، وإن كان هناك ذنب تبت منه من بداية حياتك وكنت في طاعة الله. الله يحبك سبحانه وتعالى من أنت عمرك صغير أنت متجه إلى رب العزة، رب العزة يباهي بك الملائكة، أنت وأنت أيها الكرام، أيها الصائمون، أيها القائمون، أيها الذاكرون لله، رب العزة يتباهى بذلك المؤمن، يباهي به ملائكته، انظروا ملائكتي، شوف عبدي، شوف أمتي، قاعد يذكر، قاعد يسبح، مستغل الفراغ، مستثمر الفراغ، قاعد يصلي ركعتين، قاعد يقرأ القرآن، يناجيني في جوف الليل، رب العزة يباهي. وإذا كان مؤمنا شابا الإنسان من بداية حياته يحصل توفيقات عظيمة إخواني.
عظيمة بدون مجاملة أبدا. إذن لابد أن نعرف قدر الصحة وقدر الفراغ اللي الله يعطينا إياه في أوقات من أوقاتنا. وأجمل وقت إذا كان عندنا فراغ نأتي إلى قبور أهل البيت، إلى مراقد أهل البيت الكرام، هذه البيوتات التي يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى، هذه الأماكن المقدسة التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. يا رسول الله، نحن إن شاء الله متمسكون بالقرآن ومتمسكون بالعترة الطاهرة، المؤمنون من كل بقاع العالم في شهر رمضان هم ملتزمون بقراءة القرآن وهنيالهم بالعافية عليهم، ويختمون بعافية ويشركوننا في صالح أعمالهم ونحن نشركهم في صالح الأعمال. وأيضا الوقت كله عندما تشاهد الآن في كربلاء، تشاهد من الصباح إلى المساء لهذا التوقيت في السحر ما شاء الله حرم الحسين وحرم أبي الفضل وحتما حرم مولانا أمير المؤمنين وحرم الكاظمين وحرم العسكريين، وإذا ما راح ذهبت أرواحنا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، إلى قبر النبي، هناك ما شاء الله زوار قبري مولانا الإمام الرضا، مولاتي زينب، في أي مكان من أئمتنا، من مزارات أئمتنا وذوي أئمتنا، تجد المؤمنون ما شاء الله يستثمرون الأوقات بزيارة أحبائهم محمد وآل محمد. وهذا الوقت حتما هو قربة لوجه الله من أول لحظة يخطيها الإنسان من مكان، عندما ينوي أن أزور الحسين قربة لوجه الله. إذن استغلينا واستثمرنا الوقت والفراغ اللي عندنا في شيء في طاعة الله. هناخذ أم حسين ويانا من البصرة، حياكم الله يا أم حسين. أم حسين سلام عليكم، شهر رمضان مبارك، يتقبل الأعمال. حياكم أم حسين. الله يحفظك طول عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. مباركين إن شاء الله ولادة الحسن بن علي، روحي فداه، روحي فداه يا سيدي. نحن فرحون بهذه المناسبة التي ستأتينا بعد ليلتين بإذنه تعالى، نسعد بها، نبارك بها محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك يا سيدي يا مولاي يا عبد الله سيدي يا مولاي. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وقي الليل والنهار ولا جعله آخر العهد مني بزيارتك. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخ الحسين أبو الفضل العباس وعلى أم المصاء الدينب سلام الله عليه يا سيدي موسى. سلام الله روحي لك الفداء يا سيدي يا أبا عبد الله. سلام على سيدي سيد أريد منك تنجعين تنجعل ابني للذرية الصالحة سالم وغانم ومرزوق الخير كل الخير بحق قمر العشيرة وبحق الحسين وبحق كريم أهل البيت. هذه أيام ولادته، نطلب من الكريم ويكرمنا إن شاء الله ويكرم ولدكم الذرية الصالحة. أم حسين أعطينا اسم وليدكم. حسين علي. حسين علي بالذرية الصالحة. زكريا وياسين بيهم للدراسة والهداية، تعبانة أمهم علينا حبيبي الله يحفظك. سالم وغانم. سالمين وغانمين بجاه محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله عظم الله أجوركم إن شاء الله مجورين. لكم الخير أم حسين. إن شاء الله ما ننساكم إن شاء الله بالدعاء إن شاء الله. كرمكم كرمكم جازي. أنا على اطمئنان أنكم ذاكرون لنا، كل أحبائنا كل المتابعين كل المشاهدين يذكروننا ونحن ذاكروكم في كل مكان بأمانة. هذا عهد بيننا وبينكم أيها الكرام، عهد بيننا وبينكم أننا نذكركم بخير وعافية. جميل جدا أن نذكر ونستغل ونستثمر فراغ الذي
نعيشه في كل لحظة من لحظات حياتنا. نقول آل النبي بطهر الله قد طهروا، آل النبي بطهر الله قد طهروا، بنورهم تستضيء الشمس والقمر. الله. آل النبي بطهر الله قد طهروا، بنورهم تستضيء الشمس والقمر. عن سائر الخلق رب الخلق ميزهم، تتلى الصلاة عليهم كلما ذكروا. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. إخواني أعزائي، يعني ما أدري أحبائي، إن شاء الله إذا يتابعوني في هذه اللحظات بإمكانك تتصل على رقم المشاركة الآن اللي موجود أسفل الشاشة، موجود للمشاركة رقم آسيا. إخواني اتصل على هذا الرقم، الرقم اللي عندنا هسه الآن، حتى الرقم ده يتصل علينا آسيا، اتصل على الرقم اللي هو أسفل الشاشة ونسمع صوتك عبر الواتساب. وايد سامحنا ما نستطيع ناخذ الاتصال، حتى أكو اتصالات تجي على الخط هم ما نستطيع أن نأخذها، سامحونا. أكو أرقام خاصة بالاتصال، اتصل وحياك وبياك وزاد الله في توفيقاتك وخيرك وسعادتك وكل أموراتك بخير بإذنه تبارك وتعالى. اتصل وابعث رسالتك في رحابي رقم الواتساب اللي هو أسفل الشاشة. شكرا لمتابعتك. خلنا نأخذ اتصال. الاسم مو واضح عندي زي من المخرج. أبو باسم من كربلاء، حي الله أبو باسم، شهر مبارك عليك. عام أنت بخير. إلك الخير وأنت الخير. الله يحفظك. السلام على الحسين يا أبا عبد، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين، وعلى أصحاب الحسين، وعلى خدام الحسين. أحسنت، وأنت منهم. وعلى حامل لواء الحسين وعلى وكالة أنباء الحسين السيدة زينب عليه السلام. جميل جدا. الله يحفظ سيدنا. أقول ويا حسين لا نقطع صلتنا. جميل. ولو النار بعشق حب صلتنا. الله. على المختار خل نرفع صلاتنا وآل البيت أسياد البرية. صلوات على محمد. على محمد وآل محمد. وآل محمد. والله أحسن. صوم ما نفعنا ولا صلاتي إذا أقطع باب اليمة. صلاتي على آل النبي أرفع. صلاتي أهم للدين منهج والهوية. نعم أكيد. أكيد. من حيدر علي ديني وصلي. من آل النبي ديني وصلي وبيهم دوم ظل ثابت وصالي. وصالي. أسلم كل فرض ليهم. وصلي. وأصلي. أها. هذول أنوار الله على الوطية. الله أحسن. الله يحفظك. أكو عندنا مقولة إحنا الشيعة نقول بها، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أكي مو مقولة هاي، دائما من نوصل يم الحسين نزور الحسين نزور الشهداء نقول يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هسه هذا الذكر اللي إحنا في رحاب أبو، هسه نسمعها، هذا الذكر اللي إحنا في رحابهم، وهذا فوز وهذا سعادة وهذا الخير كله. يلا أبو باسم تفضل كمل. جسدتها بقصيدة. يلا. قلت ريت الزمن بي يعود الطف كربلا يرد بينا. يرد بينا. يا ريت يرجع هالزمن يوم يعود الأرض الطفوف بأمر خالق معبود. نحضر محرم ونحسب من جنود. من جنود. الدافعة ودون حسين الصحبة الأقل من مية. أوقف درع وأحمل حسين بروحي. وتوسم وسام الشرف بجروحي لما أموت ومني يبطل نوحي وألف وتسعمية صواب يا ريت كلهن بي. يا ريت كلهن بي. أي والله فداء للحسين. أي والله. وتعنى صوب المشرع بنصف الناس. نص الناس. وأوقف أصد سهام عن العباس وبديل عيني وتشوفوف ويا الراس ولجفوف وفدوة تشفين قدام المرمية. الله الله. اعنان الفرس يا ريت اصير اقدر يوم البرز للقوم ذاك الاكبر اندار بيها على المخيم وافتر يا وفده يولون اعداه
يا وصف يولون أعداه وجروحه هالمدمية. ولما أخذ لحسين طفله بإيده يزقي مية وللرباب يعيده وبسهم صابة حرملة بوريده بوريده يا ريت يطيح سهم الفجع راعية. هذا الدعاء هذا بيت الدعاء شامل كل احنا خدام الحسين ان شاء الله. أكيد أكيد أكيد. اقول يا ربي يا ربي ثبتنا ولحد يوم الدين. اللهم امين. ابقى موالي وامتثل لامر حسين ولمصيبته يجري الدمع من العين. آمين. وترضى علي الزهراء وزينب المسبية. وترضى علي الزهراء وزينب المسبية. لطيف. الله يوفقك سيدنا. الله يوفقك الله سيدنا. الله تدري أبو باسم إن شاء الله نسمع صوتك الطيب خلال ليلتنا القادمة واللي بعدها في ليلة ولادة الحسن إمامنا الحبيب الغالي على نفوسنا. تكون إن شاء الله الاتصالات لكل المتابعين بالتهنئة والتبريكات. شعرائنا رواديدنا يشاركون ويانا بخير ونسعد بذكر محمد وآله الطيبين الطاهرين. فدو أروح لك. شكرا أبو باسم. هذا ما تكلمنا عنه أيها الكرام أيها الأفاضل. إذا ما كانت لدينا صحة وعافية نستغل وقت فراغنا وهذا الوقت قضيناه في ذكر من يحبهم الله حبا كبيرا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأجمل الذكر عندما يكون في رحاب أهل البيت والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا ما ذكرت بعض رسائل المشاهدين الكرام الله يعطيهم الصحة والعافية وتمام العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان مبارك عليكم. السلام عليكم يا مولاي يا أبا عبد الله. بلا زحمة يا ريت تسجل اسمه تدعينا بالذرية. أسأل الله بحق الحسين ترزقونا ذرية صالحة مؤمنة موالية لمحمد وآله الطيبين الطاهرين. وبحق ذكر الحسين وجوار الحسين وخدمة الحسين ترزقونا ولد تسمونه حسين، ترزقون بنت تسمونها فاطمة، وما يحلو لكم، لكن إن شاء الله اطلبوا من الله أن ترزقوا فيهم العافية والخير والصلاح والسعادة. عدنان من بغداد، السلام عليكم سيد عدنان. عليكم سيدنا الحبيب. حبيبك سيد الشهداء، مرحبا بك يا عدنان وشهر رمضان مبارك بقبول الطاعات وخيرات كثيرة لك ولعائلتك ولكل من يشاهد معنا هذه الشاشة ولكل من يتابع معنا برنامج والمستغفرين بالأسحار. حياك يا عدنان، مرحبا بك، تفضل. شكرا سيدنا. إذا أنت بخير إحنا بخير ان شاء الله. من اجازه من شفتك عم بخير ان شاء الله. فدوى اروح لك. كلك كرم ان شاء الله سيدنا. شو صارك حبيبي؟ كلك كرم كلك خير. اسال الله بحق الحسين ان يحفظكم ان شاء الله خدام العتبات المقدسه. لك الخير. الله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. لك الخير حبيبي. حقيقه سيدنا انا يعني عندي معرفه سابقه وياك بالخدمه. اتشرف. الله يحفظك ان شاء الله. اسال الله بحق محمد وآل محمد ان يحفظكم ان شاء الله ويديم عليكم هذه النعمه المباركه بخدمه محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظكم سيدنا. انت تخدم في رحاب اهل البيت عليهم السلام وكل ليله جمعه من الليالي تاتي الى الحسين وتاتي الى العباس. الان اذا ما جاءت لديك هذه الصوره امامك لقبتي كانت ضريح ابو فاضل والان الى قبتي ومناره ابي الفضل، ماذا تقول يا أبي الفضل؟ أقول السلام عليك سيدي يا مولاي يا أبي الفضل عباس. السلام عليك يا قطيع الكفين. السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء. ما شاء الله. أسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يحفظ شيعة أمير المؤمنين وأولهم خدام الحسين وخدام أبي الفضل عباس وخدام العتبات المقدسة. أحسنت. الله يحفظكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليكم سادتي وموالي من أولكم إلى آخركم. ونسأل الله أن يحشرنا معكم في الدنيا والآخرة. آمين. ولا يحرمنا من زيارتكم. آمين. ولا خدمتكم بحق محمد وآل محمد. عدنان تشتاق من ليلة الجمعة إلى ليلة الجمعة حتى تأتي إلى كربلاء حتى تكون حتى تخدم زوار الحسين. والله حتى تزور الحسين.
الله يحفظك سيدنا. والله سيدنا أنا وياك جربنا بأنه يعني فترة من فترات كنا نخدم بالقسم المفقودين أيام الأربعينية. بالي أنا صديق أنصار وأكرم إذا ذكرت. نتشرف كثيرا الله يحفظكم إن شاء الله. نتشرف بك وبأنصار وبأكرم وكل الأخوة حيدر وكل الأخوة الأعزاء قدام الإمام حسين المخلصين الحقيقيين. الله يحفظكم. والله سيدنا يشهد الله عليه ورسوله يشهد عليه سيد الشهداء. أنا أزور الحسين سلام الله عليه. وهم بالخروج من حرمه الطاهر. يشهد الله يشهد الله وأندهر. أقول سيدي أنا مقصر وأرجع وأزور وأدعي وأرجع هم يعني أريد أطلع أقول لا والله مقصر أنا بالجنة. إيش الوضع يا حاني؟ ما شاء الله. الحسين سلام في الحسين سلام الله عليه سيدنا الغالي. الحسين سلام الله عليه سفينة النجاة. إيه. الإمام الصادق عليه السلام يقول كل ما سفر النجاة ولكن سفينة جدي الحسين في أوسع وأسرع. وفي لجج البحار أسرع. نعم. وبالتالي تدري إحنا سولفنا بها قبل يومين باب الإمام الحسين أيضا أوسع. المؤمن الزائر الخادم إن شاء الله يتحصل على لطف الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء ومأذونية بأن يشفع الحسين لنا ولكم ولكل العالم. يشفع النبي والبيت الكرام ونكون من الداخلين إلى الجنة من باب سيد الشهداء الحسين. هو يسمعنا الحسين وينظرنا الحسين ويلطب بينا الحسين ويخلينا ويا دنيا وآخرة إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. كثير سعيد الله يسلمك سيدنا الغالي. الشاعر يقول لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذاني وغذتني في اللبن. أي وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذاوذي أهوى أبا حسن. أحسنت. الله يحفظك. الله يديم علينا هذه النعم يا عدنان. نشكر الله نشكر الله على هذه النعم الكثيرة 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 ويكون إن شاء الله نقول كل أوقاتنا بذكر الله ويم محمد وآل محمد. قل آمين يا رب العالمين. شكرا كثيرا يا عدنان. سعدت كثيرا بمشاركتك معنا في حلقة هذا اليوم. كثير ما نطمح أنه في كل حلقاتنا نستفيد من هذه الوصايا الجميلة التي قالها النبي لأبي ذر الغفاري. إن شاء الله نستغل ونستثمر وقت الصحة اللي إحنا به حياتنا وضعنا ونستثمر في طاعة الله والفراغ اللي عندنا نستثمره أيضا في ذكر الله بما يرضي الله. ساني شنو تريد سوي من عمل سوي بعافية لكن اجعل نفسك في دائرة الرضا دائرة الطاعة. هذا يرضي الله أمشي به ما يرضي لا قدر الإمكان أبتعد أبتعد أبتعد. على كل حال إخواني أعزائي أنا بودي أن أتواصل معكم. للأسف الآن تتابعون أكو رقم أيضا على الخط دي يتصل إخواني. الأرقام اللي أسفل الشاشة اللي أسفل الشاشة فقط بإمكانك أن تتصل وتشارك معنا. الرسالة اللي كانت معنا اللي يطلب الذرية مصطفى جاسم سجل اسمنا للذرية الصالحة بإذنه تبارك وتعالى. خلينا نكون في رحاب ما سنكون بعد ساعتين إذا شاء الله تقريبا في يومنا القادم يوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك. إذا ما دعوت بهذا الدعاء الجميل القليل البسيط نستغل فراغنا ونتحصل على أجر وثواب فيه. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله من قال اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار وصبرني على كائنات الأقدار ووفقني للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين. من قال هذا الدعاء له خير كثير. من دعا به أعطي بكل حجر ومدر حسنة ودرجة في الجنة. اللهم ارزق الجميع ما دعونا به. اللهم آمين يا رب العالمين. تحيات كادرنا الحبيب الغالي لبرنامج والمستغفرين بالأسحار كل كادر قناة الإمام الحسين. ونختم ونقول اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم آمين يا رب الحجة بحق الحجة اشفي صدر الحجة بظهور الحجة. يا رب المؤمنين بحق المؤمنين اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة. شكرا لكم لمتابعتكم
إن شاء الله الملتقى يتجدد معكم في ليلتنا القادمة إذا الله أعطانا الحياة. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. في أمان الله وحفظه ورعايته، وشهر رمضان مبارك.